حبيباتي بنات شلونكم شخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد من قناتي ومطبخي everything هبة. اليوم راح يكون الفيديو مالتنا على مود دهون البطن. دهون البطن طبعا الكل يعاني منها. نحاول انه نودي هذا الكرش بس مدى نقدر نوديه. فاليوم جبت لكم وصفة جديدة اتمنى تحبوها وتعجبكم. طبعا هي كلش سهلة وبسيطة، راح نخليها يعني مدة ساعة بس، يعني ما راح تاخذ منكم وقت، بس راح تذوب الدهون الموجودة بالبطن. وصفتنا لليوم راح تحتاج إلى معجون أسنان، يا واحد يا معجون أسنان موجود بالبيت، وزنجبيل، وراح نحتاج إلى خل التفاح الأبيض. كلش سهل وبسيط. راح نجيب ملعقة من الزنجبيل، ملعقة من الزنجبيل صغيرة، وراح أجيب ملعقة صغيرة همينة بعد ما مفتوح، خلينا نفتحها، وملعقة صغيرة من خل التفاح الأبيض أو الخل اللاخ العادي، شوي لخ شوي يصير بيه ماي. هسه راح نجيب معجون الأسنان، راح أخلي هنا معجون أسنان، شوفوا يا معجون أسنان موجود عندكم بالبيت، هواية مو كثير، همينة تقريبا معلقة صغيرة، راح اخلطهم ويا بعض بهالشكل. طبعا هاي راح نستخدمها كدهن لمنطقة البطن او الارداف او الساقين، وراح اخليها لمدة ساعة، راح اخلطها كلها تصير على شكل مرهم. شوفوا بنات، طبعا تقدرون تزيدون الكمية انتو حسب، بس اعتقد هي كفاية راح يعني ندهن بيها البطن، اللي يريد للبطن او الساقين او للارداف. شوفوا هسه صار عندي، شو راح تسوون بنات؟ راح تجون تدهنون على المنطقة اللي المراد تضعيفها، يعني مثلا عندكم منطقة البطن، راح تاخذون دهن من هذه اللي هو صار دهن هسه او مرهم، راح تخلوه على البطن، تدهنون كل البطن بيها، بعدين راح تلفوها بورق النايلون مال المطبخ، ورق النايلون مو السليفون، النايلون، وتتركوها لمدة ساعة، وتستخدمون هاي الوصفة تقريبا كل 3 ايام، كل 3 ايام تستخدمون هذه الوصفة، فكل زينة ومفيدة، وتودي الكرش يعني تعمل تعرق وتسحب الدهون وانتهت. يعني هذا هي وصفتنا لليوم حبايبي، اتمنى تعجبكم، جربوها، واذا لقيتوا نتيجة لا تنسوني بلايك واشتراك ومشاركة وتفعيل الجرس على مود يصلكم كل شيء جديد. اذا انت جديد اول مره تتابعوني، اذا انتم جدد اول مره تتابعوني، اتمنى لا تنسوني بلايك واشتراك ومشاركه وتفعيل الجرس على مود يصلكم كل شيء جديد. شكرا لدعمكم، وباي باي.